ايه بتقولي يا باشا؟ طيب انا حصل جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
عربات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب ما يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمره ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خرده في وكاله البلح. هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بالكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي السلام يا رجاله.
ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصلة وكل عبده بدمعة. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصني جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا. ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه اللي عايزنا يجينا؟ صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة اخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له وراح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. بيه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه يا بركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا لا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن، كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجة. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكالة والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي حططهولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. زيار. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربية والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكالة مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبيه بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظ لكم الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ نازل منك. طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. الولاية الشروقة يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. ايوه كده. ايوه كده. ايوه كده. ايدي اديلو. ادي اديلو. ايه دي؟ افتكر كفايه كده، شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو. ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع، انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه، لتبرتشك هي. ما تيجي تبرتش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شوف الحواري. حط برتوشه. اديله. اديله. الله يا حبي. الله.
العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضو عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تجيني ايه؟ اقول لك وتجيني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
معروف. الله يعطيك. اهلا يا بركات، اتفضل. احسن اكون عطلت ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات؟ قلقان ليه؟ لا 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 مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعة ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشاي بالعافية؟ روحي اعملي حاجة اشربها. شاي حاجة ساعة يا نسور، حب حصى. بصراحة بقى مفيش غير بن. خلاص اعملي قهوة على الريحة. على الريحة ولا تطريقة؟ خليهم اتنين يا خولي. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا اصل في مشكلة عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مين؟ بيحب. دي تبقى مشكلة؟ أصله مش عارف يقول اللي بيحبها ما بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودنها سليمة وحلوة وطيبة وجدعة وبنت بلد وأي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. أنا؟ لا، قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطة. يعني موافقة؟ احيانا جرى يا خلو، في ايه؟ مفيش، انا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت ايه؟ احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكاية بسيطة يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكة، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجة، احنا ننامله في الدرة لحد ما نشوف ايه الحكاية. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه بس؟ تعال. نعم، عايز ايه انت؟ طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا، هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمتني. خيرك سابق يا عم رمضان، يتردلك ان شاء الله في قضية تمويل. طول عمرك دمك زي العسل.
انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك كتر خيرك يا عم سويد. بقول لك انا عايزك في الكلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويد؟ الله 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 من هف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه هديه لا يا شيخ. يلا مزيكا يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظه. يلا على رايك بلا نيله. يا ساتر. انا همشي من هنا تعال وراي. سلام عليكم. مش بنفر وجاز بابيري ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو بدا بنت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ حتى اكل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت على ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني في شيء حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الجلسه عندك يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد.
احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصة اخيرة، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعادة البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمة دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنه. صمين الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان، خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوه حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف، سيبني في حالي. اقعد الله لا يسيئ. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة، رفعت الجلسة. شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفع الجلسة. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بقيت غني، بقيت غني رسمي على الجميع. عاشت إصدار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاشت القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. مفيش دعوة، متخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها ام علي. في عليا، ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة منين؟ مثلك انت. مثلك قلبي معاك يا استاذ رمضان. خلي قلبك على روحك انت، انا كويس، مش دعوة خالص. يلا يا شاوير. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زباله المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ لا، هو من اولها كده. تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله، بالراحة علينا شوية. مش كده، هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتنظر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه، بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول.
يلا يا جماعة وضبونا عشان عايزين ناكل لقمة مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب قاب ايه؟ حد اسمه قاب. لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقاله جدع. تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لا مؤاخذه. حلو تصنيع، حلو
فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ حفنس. تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية، ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. اللز والفستق بتقرقشتك واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية، احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية. قرش 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 قرش. اهو ده الهجان ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهجان ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف، اهو ده النشال اهو ده النشال نشال، اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة سكة سكة. ودول زمايلنا السكاك، السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس لونطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا، انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد، وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا صاحبي. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير رزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان.
وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على المطوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي، الله تنقصك حاجة يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفتري، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع، ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ جدع خد يا عم، ده انا يا دي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع، ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس محمود. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ نعم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب خرح فين؟ لا الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نورة حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه، السكر بره ايه؟ اصل انا كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري يا راجل، الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. يا استاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي لو انت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه، والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه، خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون، اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى بيه، انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. اه طاقه انا.
مين؟ استاذ رمضان. بس بس يا باشا ما طلع معرفه. ماشي بس ادي تقول خلاص خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرعت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعدوا على الاستراحه يا ولد. اقعد يا بشبيش. ضربت ضرب. خد راحتك. ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنوره. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. اصل هنا محدش يفتح بقه.